مشاهدينا بدي حييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. بدي اقول مبروك لكل الطلاب يلي نجحوا بالشهاده الثانويه طبعا بفروع على ثلاثه، وبالتالي يلي ما توفقوا فينا نقول لهم انه منا مشكله، بيقدروا يعملوا دوره ثانيه، هيدي فرصه ثانيه لإلهم حتى كمان يكون عندهم مجال انهم يرجعوا يعيدوا شوي الامور يلي ما قدروا توفقوا فيها من المواد، وبيقدموا دوره ثانيه وهيك ما بيضيعوا طبعا لا سنتهم ولا هالفرصه الثانيه. من هيك مش مفروض نزعل ابدا، مفروض انه بالعكس نصمم انه نعمل دوره ثانيه، وان شاء الله النجاح بيكون طبعا هو كفيل دائما لكل الطلاب ولاهلهم كمان يلي هن على اعصابهم كل الوقت. كلفه التعليم بلبنان صارت كثير عاليه، ولكن اهميه التعليم طبعا ما بتتمن، لانه هيدي ميزه من ميزات لبنان، وان شاء الله نضلنا محافظين على مستوى تعليمي معين. مبروك اذا لكل يلي نجحوا. عنا معلومة، بمعلومتنا لليوم بدي في كم شغلة بالمعلومة، بس أنا حبيت اليوم إني ضوي على الآبار الأرتوازية، لأنه كتار بيسألونا شي بدهم رخص، لأنه صار في مهلة للرخص بتخلص ب 30 أيلول، يعني بنحكي تفاصيلها. في ناس بدها تعزل بير كمان، في لها آلية معينة، ويلي كمان بده يفتح بير جديد كمان في آلية، يعني ما بقى في فوضى بقضية الآبار، لأنه وزارة الطاقة والمياه وضعت آلية وعم بتعممها لكل المعنيين حتى يقدروا يستفيدوا. أول شيء بالنسبة للآبار الأرتوازية يلي الخاصة، بهم الوزارة أنه باب التسوية للآبار المحفورة من دون رخصة علم وخبر صادرة عن الوزارة بعده مفتوح المجال لغاية 30 أيلول 2019، وتم إرسال كتب لأصحاب الآبار المحفورة بموجب علم وخبر قانوني لتنظيم طلبات استثمار آبارهم. الوزارة كمان رح تعمل على دراسة طلبات التسوية المقدمة وفق شروط مذكورة بالقرار رقم 118/2010، واللي بتحدد المناطق التي يسمح فيها للحفر أو المحظرة والمحددة بالقوانين والأنظمة والقرارات المرعية الإجراء، مع العلم أنه كل الآبار الأرتوازية الصناعية تخضع للتسعير على المتر المقعب مهما بلغ عمقها وتصريفها اليومي، بينما الآبار الأخرى بتخضع للتسعير على المتر المقعب اليومي إذا ما تجاوز عمق 150 متر أو تعدى تصريفها اليومي 100 متر مقعب. بيذكر كمان بيان وزارة الطاقة والمياه أنه أصحاب الآبار الشرعية راغبين بتعزيل آبارهم بإمكانهم التقدم بطلب التعزيل عبر الليبون بوست حصرا بحسب الآلية المعتمدة في حال تعطلت مضخة البئر قيد الاستثمار ورغبة صاحبها باستبدالها، بيتم الاستحصال على موافقة الوزارة عبر التقدم بكتاب إلى المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية أو إلى قلم مكتب الوزيرة. متابعة. بمتابعتنا لليوم رح انتقل معكم إلى الكحالة مع رئيس البلدية المهندس جان بجاني. يعطيك العافية ريس. بونجور ست لبيكا. ريس، صراحة ورد على برنامج الحل عنا شكوى أو استضاح كمان من الناس اللي ساكنين بالكحالة قرب في فوق مبنى الارتباوي. نعم. مزبوط. نعم. شو صار بهيدي القضية انه يكون في مرمى يعني حدهم؟ هيدا الشيء كمان عم بيأثر عليهم، خصوصا انه البعض منهم يعني غير انه منطقة سكنية كمان بيزلوا بيتمشوا بمحل هيك كمان طبيعة، عم يتعرضوا كمان هذا الحقل الرماية، هل في إمكانية بنقله؟ شو جديده خصوصا انه بين السكن؟ نعم ست ربيكا، نحن عندنا مشكلة بتتمثل بمعاناة سكان بمنطقة بالكحالي قريبة من المبنى اللي عم تحكي عنه بظهر الوحش. نعم. وهيدا المبنى بتتواجد فيه قوى الأمن الداخلي، بعتقد القوة الضاربة أو الشرطة القضائية، وعم بيقوموا بتدريبات متواصلة على الرماية بالذخيرة، تدريبات يومية بالنهار بالليل بأي وقت ممكن. نعم. وهالموقع
بيتواجد على مسافة 150 متر من البيوت السكنية، والمنطقة هاي 150 متر اللي هي فوق البيوت بتعرفي بعدها خضرة والعالم تروح تتمشى وولاد كتير عم بيخافوا هونيك. صحيح. هلأ صار في يعني عم بيكون في خطر وعم بيكون في إزعاج وعم بيسبب هلع للولاد وما حدا عم بيقدر ينام. وبعد الشكاوى المتكررة توجهنا بكتاب لمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان، بنوجه له تحية، في كتاب تسجل ب 30/4/2018 بالمديرية، يعني صار له أكثر من سنة. وأنا اجتمعت معه للواء وبوقتها استدعى أحد الضباط وطلب إنه هيدي ضرورة إنه ينقل مركز الرناية لمكان آخر، وطلب عطاء إعاز لحدا للكشف وأبدأ إيجابية بنقله. وفي شخص إجا وكشف وبعتقد عمل رابور للمديرية، ما عرفت أنا مضمون الرابور، بس نحن لما كنا معه وعم نفرجي الموقع استغرب وقال لا مش أصول أبدا يكون هيدا موجود هون. بقى نحن أول شيء بدي وجه له تحية للواء على جهود والتضحيات اللي عم بيقوموا فيها قوى الأمن الداخلي، ونحن عنا ثقة كاملة بإدارته وقيادته وحرصه الأكيد على مصالح وحقوق المواطنين. وإن شاء الله خير، وإذا أنتم بتساعدونا تنتابع على الموضوع كمان. نحن لما تلقينا الاتصال حبينا نتواصل معك لأنه قالوا لنا يعني بالاتصال إنه إجا حدا كشف وناطرين صح. التقرير يلي نحن كمان عم نسرع الموضوع لأنه بتعرف هلا أيام صيف وناس بدها تفتح شبابيكها بدها تطلع بدها من هيك بالمية. يمكن صار الطلب أكثر، وأكيد عنا ثقة بسعادة اللواء أكيد بيكونوا تيلاقوا محل تاني يمكن قريب أو مماثل حتى يمكن ينقلوا هالحقل الرماية. عندي شغلة تانية. نعم. وهذا المبنى مهجور وبصفي كتير وما مش بيزعج على 150 متر، بيعطي أصوات للكيلومتر لبعيد، يعني كل المنطقة مأثرة 100%. عندي شغلة تانية رئيس، موضوع الكلاب الشردة، هيدي شغل شاغل كل البلديات وليس فقط الكحالة، بس ما بعرف ليه يعني على الفيسبوك وعنا على الهواء ما بعرف ليه هالقد يمكن عم ينحكى فيها، بعرف انه عندك رد فيها حضرتك. اكيد اكيد. تفضل. يعني ما بعرف في حملة مغرضة بهالموضوع. نحن في عنا شارعين بالكحالة عم بيجوا علي الكلاب، في كلاب مشردة يعني تقريبا عددها شي 10، وفي زراوي صغار يعني عم بيتنقلوا هونيك بقى وبيعملوا زهر بالليل، وبتعرفي بيعووا على بعضهم وكل الليل ضجه والعالم ما عم تقدر تتمشى وعم بيخافوا. صار في عندي كذا اتصال من الحي وقلت لهم انا عم بتواصل مع عده جمعيات، يعني انا حكيت مع جمعيه بيتا. نعم. يلي بلغوني انه في 150 الف كلب شارد بلبنان وما بيقدروا يعملوا شيء. نعم. حكيت مع انيمال لبنان بيقولوا لي انه نحن بنقدر نساعد البلديات، بس اول شيء بدنا نبعث لك ميل وتقرا الشروط والشروط والاجريمنت وتمضي. قلت له كيف فيك تساعدنا؟ ما كان يقدر يعطيني. شاب اجنبي كان عم يحكي باللغه الانجليزيه. نعم. وكان كمان حكينا مع حقوق مع جمعيه رفق بالحيوان، كمان وعدونا انه بيعملوا شيء. نعم. ونحن يعني لا انا ولا البلديه ولا حدا من الشرطه اذي ولا كلب ولا حدا من الحي او من السكان هونيك، وكلهم كل يوم عم بيقولوا لنا دخيلكم يعني هول الكلاب حرام بدنا نحل قصتهم، بس نحن ما بنقدر نقرب عليهم. بتعرف الكلب لما تقرب عليه يا بده يهجم عاد يا بيهرب، يعني في مشكله. نعم. بس انا بتفاجئ اليوم على التواصل الاجتماعي انه في عمليه قتل لكلاب بالكحال مشرده البلديه عم بتنفذها. نعم. ابدا ابدا ما صار هالشيء ابدا، وانا بقول لكل شخص بحب يجي ويشوف وين الكلاب وين موجودين ويساعدنا لإيوائهم نكون ممنونه. ما حدا تعرض لأي كلب نهائيا، وعندي فيديوهات يعني الكلاب يومية عم تمشي بالحي والعالم عندي عم تتشكى وكلهم عبدوا تواجد، يعني ما بعرف الكلاب منين بتجي. أكيد يعني بتبلش القصة من الناس عندها كلاب وبيوصل لفترة ما بعود بده الكلب. صحيح. يا الكلب كبير يا الكلب خطير يا الكلب صار عم بيزعجوا بكبوا على الطريق أو مريتي بيتركون بلا أكل، من هيك بيصير في عوائل. يعني بعرف في كتير مناطق حاولنا نحل هذه المشكلة. رئيس بعرف اليوم قديش كمان في خطر وفي تحذير دائم من وزارة الصحة إذا منسينا الشاب يلي تعرض ويلي مات بسبب عضة كلب شارد وغيره. نعم. من هيك يمكن اليوم هذا التحذير كل يلي
ما بعرف كبلدي شو بعد ممكن تعملوا، ما بعرف إذا القواس اليوم مباح ولا غير مباح، بس يمكن هالجمعية اللي ذكرتها يمكن هن اللي بيقدروا يعطوا أحسن وسيلة لواحد يشوف كيف بدكم تعالجوا هالعملية هيدي. يعني يقولوا لنا عن كيفية كيف نقدر نلقطه للكلب. ايه بس ما قالوا لكم كيف. ممكن مثلا يكون في قفص شبك نلقطه ونأخده ناخده نعم. لمطرح ما هن بدون. نعم. والقواس أبدا هيدي شغلة ما لازم تصير وما عم بتصير، بس كمان مليون في الإنسان إذا تعرض لعضة إذا انأذى 100% 100% يعني مشكلة نفسية كل ولد ماشي ويفز عليه الكلب 100%. من هيك أنا هلا على الهواء عم بقول يعني إذا حدا عنده إمكانية أو بيعرف كيف ممكن يساعد بلدية الكحالة بهالكلاب الشاردة أكيد الريس بيرحب بالموضوع لأنه راح عند الناس المتخصصين وبالانتظار. اهلا فيك رئيس بلدية الكحالة. بس انا نعم. انا بدي وجه كلمة للناس اللي هن فاعلين على السوشيال ميديا. نعم. مش كل ما واحد يسمع كلمة يشمت ويبلش يسب ويحكي. يعني في ناس مسوني لإلي وان شاء الله عائلتك واولادك وهيك، طب ما بصير انت أكيد. شخص سمعت خبر ما فيك تجي وتكتب كلام كيف ما كان. اكيد تفضلوا يتلفنوا لي ما حدا تلفن لي. لانه في مسؤولية كمان، يعني اليوم بلدية عم تحمل مسؤولية وبنقدر نحملها مسؤولية نوجه لها بالطريقة الليقة، يعني كمان ما حدا بيسكر بابه لحدا. اهلا نعم. وسهلا فيك. نعم بدي وجه كلمة أخيرة اللي عندهم كلاب وعم بيمشون على الطرق. نعم. يحافظوا على النظافة ويدلهم لقطين الكلب، يعني ويعتبروا انه البيت الكلب عم بيمشوه ببيته مش على طرقات عامة، حافظوا على النظافة ويهتموا بالموضوع. شكرا ستر. اهلا فيك رئيس بلدية الكحالة المهندس جان بالجاني. اتصالاتكم على 04-444-444 باخذ أول اتصال لليوم. ألو الو اهلا الو بونجور بونجور الحمد لله تفضلي. انا بأونترياس ادي بمشروع الانطوني على النهر. نعم. وعندنا مشكله يعني ما بقى تنحمل، مشكله البرغش ومشكله نهر أونترياس، يعني صفى هلا مجرور أونترياس. حكينا مع البلديه جمعه الماضي. نعم. وعلى اساس البلديه قال عم ندرس الوضع. الوضع عم يندرس. قلنا لهم يا عمي اذا عم تدرس الوضع قال هيدا المجبور من بلديه بصليم مكسور المجرور فوقه عم بيصفي عنا بالنهر. نعم. البرغش باعداد هائله، مش اكثر من هائله، لا شباك فينا نفتح لا باب فينا نفتح، الروايح بتموت بتقتل. حكينا معه جمعة الماضي على اساس اوكي ومنحل المشكل ورح نبعث حدا يرش لكم، لليوم بعد لا حدا اجى ولا حدا حكي ولا حدا طال ولا ليكي حدا. رح شوف مع بلدية بصليم اول شيء خلينا نعالج السبب اللي هو المجرور اذا كان فالت ونازل على النهر، اذا اول شيء نعالجه. ثاني شيء معك حق، يعني قضية يعني البرغش والدبان وكل هالامور بتجي، كانوا يجوا حتى ولو رشوا مدام، لو رشوا مدام السبب بعده موجود بده يتكرر، بدنا نعالج السبب اللي هو المجرور لنرجع بعدين. يعني هن بيقولوا انه نحن عم ندرس الوضع، قلنا لهم يا عمي بالشتويه حكينا وطلع الشعر على لساننا النهر النهر النهر، تفاد النهر علينا وعمل مصايب. نعم. هلا نفس الوضع، لا فيكي تقعدي برا ونحن هلا صيفيه. خليني اشوف مع رئيس بلديه أونترياس اذا عم بينسق مع بصليم مشان هذا الموضوع تنحل العمليه، لانه كمان الانهر من وزاره الطاقه والمياه معنيه بهذا الموضوع كمان. خلينا نتبعها واكيد بجاوبكم. اهلا وسهلا فيكي. باخذ اتصال اخر. الو. الو. اهلا. مرحبا. اهلا بونجور. ايه مدام ربيكا. نعم. الله ينعم عليك. ايه مدام ربيكا عاصم الشاني عم يحكي معك من جب جنين البقاع الغربي. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يخلينا اياكي. ستنا الكريمة موضوع الكهرباء بجب جنين له شهرين ونص ما اجى وصل شركة الكهرباء. يعني التأخر هذا أول شيء، يعني نحن بالبقاع الغربي هون كليتنا الغني في يدفع يا ساتني بيجي الوصل، بس سنتين ونص ما بيجي وصل كهرباء. هذا مش معقول، يعني هالإهمال وهالشو اسمه، يعني بجمعونا إياهن لسنتين ونص في حال إجوا كلهم سبب منين بندفعهم، يعني منين بنجيب لهم إياهن؟ وهلا موظفين بشركة الكهرباء قاعدين يلوا سنتين ونص، طيب كيف عم يقبضوا معاشاتهم؟ هل ما بدنا نعرف فيه في عين مخدي بدنا نمت مبهول المثل الريفي القديم. قد إيه لكم سنتين ونص أو شهرين ونص؟
شهر سنتين ونص. سنتين ونص بعد مش 24 شهر 25 شهر صاروا بهالشهر. طيب الجيبي بيقول ما بعرف بعد ما اجوا. وبعدين طلعوا ببرنامج جديد، واحد عنده سعته ببيته قال شيرت الكهرباء بدنا نصور له اياها، وبعت له اياها وبدوا ينقلوها لبرا وبدوا يدفع المشترك التكاليف. طيب كيف هذا يعني؟ ليك هيدا القرار تبع يعني الساعة برا مش جديد القرار، يعني متخذ من قبل هيك تيقطع جيبي يعني دغري بيشوفها من برا وبيمشي. بس خليني شوف لك هلا، رح اسأل مع كهرباء لبنان ليش التأخير بالجباية، يعني بعتوا الفواتير وكيف رح تنعمل بأي طريقة كمان تمكنكم من الدفع المريح كمان، لأنه هيدا مش زنبكم سنتين ونص ما وصلتكم فاتورة. أهلا وسهلا فيك، فاصل ومنتابع. متابع الحل عنا وباخد اتصال جديد. ألو. ألو مساء الخير ست ربيكة. أهلا فيك تفضل. أنا مواطن من الشيح، منطقة الشيح. إيه أهلا وسهلا. مشكلتي أنا اشتريت شقة من تقريبا شهرين. نعم. وتفاجأت أنه من شركة الكهرباء من سنة 2004 سحب ساعة الكهرباء من الشقة، والصاحب الشقة متوفي صاحب العقار. نعم. والورثة هن اللي بيعوني. نعم. وعليها متأخرات بحدود 4,500,000 محضر مخالفة كاين من سنة 2004. نعم. ما قادر لا اسحب هلا خط جديد لأنه في عاملين تنزيلات على الساعات، وما عارف شو بدي أعمل حل معاني، ما انتبهت يعني لهي المسألة، فبتمنى إذا في يوجدوا لي حل بمؤسسة كهرباء لبنان لهالمسألة. أكيد بدك تروح على دائرة الشياح، يعني اللي هي بالمرمخيل، بالمرمخيل بالمركز الرئيسي يعني تبع الكهرباء. اني عم بيطلبوا مني اني ادفع المتاخرات رغم انه صاحب الشقه متوفي صاحب العقار. بلكي ما بقدر اعرف كيف الطريقه اللي بتصير، بس انا دائما بقول قبل ما الواحد يشتري صحيح يشوف شو في عليها الشقه تاخذها نظيفه، يعني من كل، لانه مش مسؤول الشارع او منه مسؤول اطلاقا عن شيء صار قبل ما هو تصير باسمه الشقه، عرفت كيف؟ هلا اذا بيلاقوا لك مخرج، اذا اصلا بدك تحط الساعه باسمك، يعني ما لها علاقه بقى الساعه القديمه، بتصور هذا موضوع بدك تبحثوا معه تيلاقوا لك حل. هلا انا بقدر اسالك اذا في شيء طريقه تانية، اذا الواحد بقدر اسالك، بس الواحد يعني مصريات الدوله ما بتروح محل الواحد بيقول، ولانه ورثه ما بعرف هلا مين، اذا الورثه بيدفعوها او ما بيدفعوها. خليني اسالك اذا بتحب وبجاوبك. كمان اتصال. والله يعطيك حسب نيتك. اهلا فيك. انت يعني نحن حبينا من خلالك انت وبرنامج البرنامج تبعك نوصل صوتنا. هن هول الزعماء والنواب والوزراء ما سألين علينا، بهمهم نفسهم وبهمهم بس وين على فرنسا وعلى ما بيخلوا بلد بيشموا الهواء بالصيفيه، ونحن هون تحت الشمس بالصيف حريق وبالشتاء غريق، وما حدا نحن مهجرين من منطقه مار مخايل على الكارنتينا. نعم. وصرنا هلا اكثر عن العالم، والله العظيم وحياه المسيح والله وحياه غربه اولادي، انه العالم يعني اذا بتيجي بتشوفي بعينك لتبكي، مش دموع لتبكي دم، لانه شيء عم العالم عم تتحمم ميه البحر، يعني صار في عندهم امراض، صار في جرب ورجعنا. بس انا بتمنى من جميع الطوائف من 18 طائفه، لو نحن بنفهم الشعب اللبناني عامه منقوم نعمل انقلاب، نعمل ثوره على هول الزعران، هول المطبخ. شو المطلوب؟ ما في مي؟ والنواب ما في مي بالمنطقة؟ بدهم الشعب، اني لا ما عم بيفكروا بالشعب. خليني اسالك شغله، بنفسهم بس بمصالحهم الشخصيه بس. المشكلة انه ما عم توصل المي لعندكم ولا شو؟ شو المشكلة؟ قاطعينا من وقت ما عمر هذا الاوتيل اللي على رملة البيضة تبع عاشور. إذن ايه بس شو كيف قاطعين المي عليك؟ هو بده يهجرونا، انا بحكيك اياها من الاخر، بده يهجرونا، تهجرنا من الكارنتينا من مار مخايل، هلا بده يرجعوا يهجرونا من منطقة جناح. صرنا 44 سنة هلا، من شي سنة تقريبا قاطعين المي علينا. هلا خليني افهم حضرتك، من وين قاطعين المي؟ اي منطقه مقطوعه عن المي هلا؟ سان سيمون جناح. سان سيمون جناح، اوكي. ما عم تجي المي ابدا؟ ايه ابدا ابدا ابدا، العالم عم تتحمم ميه الملح.
طيب خليني أسأل مياه بيروت أشوف شو هاي القضية، شو انعكاساتها وقديش شو علاقتها بقضية المجرور يلي منصب فوقه وغيره، يعني كلنا هيدي شغلة مؤلمة ومزعجة كانت، ولكن خلينا نشوف ليش عندكم ما عم تجي المي، وأنا ببعطيك جواب. باخد اتصال بعد. أوكي. ألو. ألو. إيه تفضل. تفضل. لانه قالوا لنا اليوم وبكره وهلا وفي قصه تحت الارض بنحول رح نسكر السكر الفوق، يعني حالنا في ثلاث اشهر وصدقيني اقل خزان ما بالمنطقه هون 30,000 40,000. وين عم تحكيني بعدك؟ عم تحكيني بعدك منطقه الجناحي ما حدا تاني صار معي هلا؟ لا 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 انا بعدني عليك، انا زيت برمانه جورا الفوق. برمانه اوكي. ايه شو جورا الفوق؟ هي اسمها جورا الفوق. اوكي. احنا كذا كذا يعني كذا بيت هون كذا مطرح. ايه. بيجي اوقات بيقول لي جيت عيرت توصل في عدا عير، قلنا له يا عمي لو عيرت ما في مي عم تيجي، قلنا ثلاث اشهر هالقرابه بتموت. يعني بتهلي عن ثاني يوم رح اسالك موضوع الجورا الفوق برمينا ما عم تيجي المي. اوكي؟ صورة اليوم. هالصورة هيدي منشوفها كتير على الطرقات، على الشوارع الرئيسية والدولية وغيره، فبالآونة الأخيرة هالظاهرة هيدي تعتبر أنه هي مخالفة لما الواحد بيطلع راسه أو جسمه من سقف مثل ما عم نشوف بهالصور هيدي. بهالإطار شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي وضمن حملة صورناك العديد من الشكاوى واستطلع بهالخصوص موثقة بالصور، فتابعتها وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين وطلبت من كل المواطنين يعرفوا أنه أي حدا رح يشوفوه مطلع جسمه ولا راسه ولا إيده ولا أي شيء هيدا كله خلافا لمعايير السلام المرورية رح طبعا يكون في ضبوطة بهالمجال هيدا. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.